الحمد لله على هذه العودة ديال الجمهور، وكنعرفوا الوداد القوة ديالها في الجمهور ديالها، راه ملي يرجع الجمهور راه أحسن انتداب دارت الوداد هو هذا الجمهور، راه أحسن انتداب دارت الوداد هو هذا الجمهور، الجمهور العظيم، كنشوفوا فريق الوداد البيضاوي راه بالجمهور ديالو، القوة الكبيرة ديال الوداد هي الجمهور، والحمد لله على هذه النعمة اللي عطانا الله ديال الجمهور، راه أحسن جمهور في إفريقيا، وكنا كما كنا كنسمعوا الزمالك راه كنسمعوا عودة الجمهور، راه الفريق الزمالك كله يعني ارتابك. واول حاجه الجمهور هو ماشي لاعب رقم 12 ولكن هو لاعب رقم واحد، واليوم شفنا العوده ديال الجمهور كيف كانت لا موتيفاسيون ديال لي جوار مالغري كنت مارك علينا واحد البيت في الدقيقه 3 لي جينيرالمون سا 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 فريمون في سورتير ليكيب روج من الماتش، مي افيك لو بوبليك كي ا انسيستي
Et on a eu deux buts la première mi-temps. C'est vraiment du jamais vu. C'est une première. Walid Al-Graïki كان حي بهذه المناسبه لانه كان كيقول هادشي كان كيقول بان انتدابات ديال الوداد اللي تمنعات من الميركاتو ديال الشتاء هو الجمهور. واليوم كيتاكد بان النتيجه ديال 3-1 وكترجعنا الحمد لله اون دوزيام بوزيسيون في الماتش ديال لي بول و اون اي جوسكا لا 5ييم جورني اون سيغ باننا غنساليو دوزيام مينيموم. الحمد لله بعد يعني فتح المدرجات امام الجماهير المغربيه كامله والوداديه بالخصوص فهو كان دعم كبير يعني للفريق والحمد لله المباراة كانت صعبة جدا بعد تقلقينا الهدف الأول يعني في الدقيقة الثالثة ولكن يعني اللعابة داروا تقاتلوا وداروا المجهود ديالهم وحاولنا نرجعوا في المباراة وحاولنا وكان يعني نباركوا لهم الانتصار ونباركوا لجميع الجماهير الانتصار ديال اليوم ولكن داروا نفكروا في المباريات القادمة باش أنه يكون عندنا واحد الاستعداد كبير باش أننا نقدروا نتأهلوا للدور الموالي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.